بغيت تسولني على هذه المهنه ديال السيرك. السيرك مهنه الناس يقولوا، كاين بعض الاخوه اللي تيقول لك تشوف هذه المهنه بحال هكا، هي مهنه شريفه، تدر فيها ركبتي فاتك، تدخل فيها على وليداتك، الحمد لله. ولكن الحمد لله ملي تنستاليو في شي مدينه او لا في شي معرض ولا في جهادي، كما تشوفوا دابا الحمد لله، الحمد لله كلشي تيتخلف، كلشي تيخلفوا لينا، ما مضيعين الحمد لله حتى شي حاجه من ناحيه الخدمه، خدامين، استفدنا، درنا المحل، درنا الوليدات كبروا قراو الحمد لله. الاخوه الاصدقاء ديالنا حتى هما دابا اللي باقيين تابعين المهنه، انا حيت تنقاطع من المهنه، انا بديت في المهنه باقي صغير، بديت مع المرحوم في الاول في المسرح، بديت مع الحاج كلاباصه، من بعد الحاج كلاباصه بديت مع الحاج حمو، الاخوه اللي مسؤولين محمد وعبد الله الله يرحمه، المعلم ديالنا السي محمد الله يجزيه بخير باقي في الحياه، راه دابا مع شريك ديال المعلم ديالنا دابا، ما خصنا حتى شي خير. المهم مهنه شريفه في الحقيقه، ولكن بعض الاخوان تياخذوا واحد الفكر، هاد المهنه الا كان الانسان عنده ضمير وباقي يخدم راه تستاهل منا، والانسان اللي هو تيشد هذاك الصورني وباغي يمشي يتلفو في شي بلاصه راه ما عمرو غادي يستافد منا. هاد المهنه الا كنتي خدام وتخدم بشيخ اي دومين، اي مهنه الا تتخدم فيها في الصاق وفي المعقول راك تستافد منا، الا ما بغيتيش تخدم فيها بالمعقول راه ما عمرك تستافد وما عمرك غتمشي لقدام. والحمد لله ديال الموتور تنديرو فيه ليسانس، لا بحال جميع الدراجات الناريه، ما كاين ما زيدين فيه لا ليسانس ديال الطياره ولا هادي، عادي هادي موهبه من عند الله سبحانه وتعالى، اعطاها اليوم الله، تاكلوا فيها الضريب ديال الخبز، دايرين منها وليدات كما قلت لك، دايرين الناس استافدوا منها الناس بكل صراحه. هذا هي ذو اصعب رياضه اللي كاينه على الكره الارضيه، وهي هذه الرياضه هذه ديال هنا داخل حائط الموت، لان صعيب باش الانسان يقول لك راني غادي نطلع ندور في الموتور، راه ما يقدرش يدور حتى هنا على هذا اللي على برا، هذا الموتور هذا اللي على برا نعطيه له يطلع عليه، الله يستر غادي يوقع عليه شي حاجه، لان خاصو الصبر راه باش غادي يطلع في الموتور الداخل وتفرج الجمهور، راه صعيبه. ودابا الحمد لله انتم غادي تدخلوا، الا بغيتوا تصوروا الاخ كيفاش يدير، وما عندناش موتور واحد، عندنا جوج، عندنا واحد السيد تقريبا قيدوم الدراجه الناريه، تقريبا حتى هو في سنه 70 تقريبا، حتى هو تيدور مع هذا الشاب الصغير هذا عمر الاخ ديال المعلم ديالنا، تيدور وياه، راه طلع تشوف ما شاء الله، مهيب هذاك الشيء من عند الله. كيفاش الموتور خدام، كيفاش تيفرج الجمهور في الخفه والرشاقه ديالهم، في الارقام اللي تيديروها في الدراجه الناريه، داك الشيء هائل زعما. وبالنسبه للمهنه راه مهنه شريفه، هاد الناس خادوا علينا واحد الفكره ماشي ها؟ لا احنا هنا احنا ضد هذيك الفكره ديال الشعوذه، لان احنا عندنا العاب متنقله، عندنا العاب اللي هنا يمكن طلع حتى الاخ ديالك، حتى الجوج ديالك، لان انت تشوف ما عندناش شي حاجه احنا ديال الشعوذه، الشعوذه احنا ضد هذيك الفكره ديال الشعوذه.